ناقش مجلس بلدية الشمالية في جلسته الاعتيادية عددا من المواضيع التنظيمية في المحافظة، مسلطا الضوء على موضوع السماح بالبناء فوق الملاحق في الدور الثاني. كما استعرض المجلس مقترحا لتطبيق إضاءة اللوحات الإعلانية عن طريق الطاقة الشمسية المتجددة المستدامة بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة. من جانب آخر، تم رفع توصية لتخصيص عقار بغرض إنشاء حديقة ومركز شبابي ومركز اجتماعي ومواقف عامة في قرية الحجر، كما تم رفع قرار لسعادة الوزير باعتماد تغيير تصنيف عدة عقارات بمنطقة كرانة ومنطقة سارة. ناقشنا في اجتماع المجلس البلدي الشمالي 17 مقترح السماح فوق الملاحق في الطابق الثاني. طبعا نظرا لصغر مساحة بيوت الإسكان وزيادة عدد الأفراد القاطنين بها من خلال تكون عوائل جديدة فيها نتيجة زواج الأبناء وقام في منازل آبائهم لحين حصولهم على منازل إسكانية. تماشيا مع توجه وزارة الكهرباء لطاقة بديلة وهي الطاقة الشمسية، كان لدي مقترح من مجلس البلدي الشمالي على أن يكون الإعلانات الموجودة في الطرقات وعلى المباني وغيرها من ذي الأمور تكون على الطاقة الشمسية،